بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الجزء الثاني للدرس الثاني، الأنماط الأربعة للتحويل اللي خاص بالوحدة الأولى في مجال الميكانيك والطاقة. كنا وصلنا المرة اللي جازت، كنت كتبت لكم السلسلة الطاقوية وهي في الحق اللي درناها، الأمثلة اللي درناها من السلسلة الوظيفية. يعني كما راكم تشوفوا لنا السلسلة الوظيفية اللي مكتوبين بالأحمر، يعني فعل أداء، فعل حالة، فعل أداء. إذن نجو نبدلوا أفعال الأداء وأفعال الحالة، نبدلوا السلسلة الوظيفية بالطاقوية في هذا الفيديو. يعني أفعال الحالة يقولوا شكل، أو فعل الحالة يقولي شكل الطاقة المخزنة، وفعل الأداء يقولي نمط التحويل الطاقوي. إذن اليوم راح نربطه بين التعبيرين العلمي والطبيعي. المرة اللي جازت شفنا التعبير الطبيعي، كنا شفنا يحرك في الأمثلة، كنا شفنا يحرك، كنا شفنا كذلك يغذي، يغذي، وشفنا كذلك يسخن، يسخن، وشفنا يشع، يشع. هذو أفعال الأداء، هذو أفعال الأداء أعزائي الطلبة. يعني نحول أفعال أو نبدل أفعال الأداء بأنماط التحويل، وهي أربعة أنماط. لدينا تحويل ميكانيكي، يحرك معناتها تحويل ميكانيكي، واللي نرمزه له ب WM ميكانيك. يغذي تحويل كهربائي، تحويل كهربائي، واللي نرمزه له ب WE أي إلكتريك. يسخن تحويل حراري، تحويل حراري، واللي نرمز له ب كيو، كولون. يشع تحويل إشعاعي، تحويل إشعاعي، واللي نرمز له ب ER راديشن. طيب، هذو أفعال الحالة اللي هما تعبير طبيعي، حولناهم إلى تعبير علمي، أي التحويل الميكانيكي الكهربائي الحراري والإشعاعي. عندنا أفعال الأداء، عفوا أفعال الحالة، واش عندنا أفعال الحالة؟ كنا شفنا مثلا قلنا يقدم، 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 لا لا مش يقدم، يتقدم، 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 يتراجع، يتراجع، يعني يتقدم، يتراجع، يولي مارشاريير، يدور، يدور، إلى آخره. من هذا ثاني أفعال حالة كنا شفناه، كنا شفنا يرتفع، ينزل، يرتفع، يرتفع عن سطح الأرض، كذلك ينزل، ينزل عن الارتفاع هذاك. كنا شفنا يستطيل، 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 يتقلص. كنا شفنا يدور، يدور بالنسبة للفاتلة، دركو نجو ليها، دركو نفهمكم واش يدور. كنا شفنا يسخن، يسخن، يعني كي نقول يتقدم، يتراجع، يدور، كذا، هذه واش هي؟ كي نحولوا هذو الأفعال الحالة إلى التعبير العلمي، يعني حولنا أفعال الحالة بأشكال الطاقة، والأشكال الطاقة كما نعرفوها هما ثلاثة، يعني الطاقة الحركية، الطاقة الكامنة، والطاقة
الداخلية، يعني الفيديو رقم واحد كنا تكلمنا عليها، يعني هنا يتقدم يتراجع يدور، عندنا طاقة حركية، طاقة عفوا حركية ريبيا اللي هي أوسي، يرتفع ينزل عن سطح الأرض، عندنا طاقة كامنة ثقالية، طاقة كامنة ثقالية اللي هي EPP، EPP يعني طاقة كامنة EP وطاقة كامنة ثقالية EPP. عندنا يستطيع يتقلص، شكون هو اللي هو النابض، يعني طاقة كامنة مرونية، طاقة كامنة مرونية EPE. يدور الخيط، يدور نربطو خيط في قاضيب كما درنا المرة اللي فاتت هكا، وربطنا قاضيب هكا وندوروه يعاود يرجع لوين كان الأصل في الأول. واش قلنا هذيك؟ هذيك كيف كيف طاقة كامنة فتالية، هذه خاصة غير العلميين، شعبة الرياضيات والتقنية الرياضية فقط. ثانيا رمزوا لها EPE يسخن، عندنا هنا لأنه الشمس أشعة الشمس كد تواسي حاجة أوتوماتيك مرة يتسخنها المصباح، يسخن المحيط وهكذا. إذن عندنا طاقة داخلية، طاقة كذلك التحويل الحراري يسخن إلى آخره، عندنا طاقة داخلية واللي نرمزوا لها بE. لو نعود ونرجع للمثال اللي درناه في الفيديو السابق، وهو اشتعال مصباح بواسطة عمود كهربائي. شوف الرسم الحقيقي والمخطط الكهربائي اللي راه أمامنا، صح كيفاش نمثلوا العمود، كيفاش نمثلوا القاطعة، وكيفاش نمثلوا المصباح. كتبنا يعني في السلسلة الطاقوية، يعني المرة اللي فاتت مثلنا السلسلة الوظيفية، هذا المرة نمثلوا السلسلة الطاقوية. في السلسلة نفس الشيء، الحلقة فيها اسم الجسم، كنا استعملنا الأفعال الأداء، أفعال الأداء يغذي يوضي يسخن، إذن نبدلها بالأنماط الأربعة، بدلوها ب أو بالنمط التحويل الطاقوي. يغذي معناتها تحويل كهربائي، أي نكتبه في مكان يغذي، نديرو WE في مكان يغذي. يوضي يسخن، يعني هنا تعبير طبيعي نبدلوه بالتعبير العلمي بأحد الأنماط الأربعة، أو كيفاش نقولو نمط تحويل طاقوي. هنا يسخن معناتها كيو هكذا. ممكن قولنا أفعال الحالة نبدلهم بأش، أو فعل كل فعل حالة نبدله بشكل الطاقة المخزنة. أفعال الحالة كان عندنا يتفرغ يتوهج يسخن، يتفرغ أوتوماتيك مش كل يتفرغ العمود، إذن اللي يتفرغ يعني اللي نرجي الطاقة اللي كانت الداخل فيه، يعني هنا EI طاقة داخلية، تفرغ معناتها طاقة داخلية. يتوهج يلمع، هنا كيف كيف تدخل في الطاقة الداخلية، ما هي لا طاقة حركية ولا طاقة كامنة، ما عندها حتى علاقة. مصباح راه قاعد في بلاصتو، ما هبط ما طلع ما نزل ما طلع، وانا قلت ما تحرك، يعني طاقة داخلية. يسخن كيف كيف، ما عنده حتى علاقة لا بالطاقة الحركية ولا بالطاقة الكامنة، إذن طاقة داخلية EI. يعني لو ننحي هذه الكتابات اللي كتبتها هنا ونخلي غير واش كتبت بالأخضر، يحب يقول هذه واش نسموها السلسلة الطاقوية، صح. لو جينا ثاني المثال الثاني لاشتعال مصباح بواسطة حجر اللي شفناها المرة اللي جازت، ديروا بوز وبدلوا لي لهنا السلسلة الوظيفية بالسلسلة الطاقوية، خلاص ديروا بوز، ديروا بوز كامل وعمروا الجدول.
نبدأ. الجسم يسقط، الجسم هذا كي يسقط واش دار؟ يعني هنا طاقة ميكانيكية أوسي طريبي. المنوب يدور يدور عفوا يدور، المنوب راه يدور طاقة ميكانيكية. مصباح يتوهج طاقة داخلية، الغرفة توضع أو تسخن طاقة داخلية. ما عندنا لا واحد نزل ولا واحد هبط، ما كاش طاقة كامينة، يدور ويسقط. يدور تحويل ميكانيكي. يغذي معناه يمدلو كهرباء تحويل كهربائي. يسخن يضيء تحويل حراري. كون هنا كاين الشمس نقولو تحويل إشعاعي. يسخن يضيء تحويل حراري. نشوفوا مع بعض هذا المثال الثالث، وهذا راه موجود في الكتاب المدرسي. كيشوف حاجة كاينة في الكتاب المدرسي تفيدنا نجيبو، على نجيبو من جهة أخرى والشيء راه موجود أمامي. يعني هنا في المثال هذا هو اشتعال مصباح بالرياح، اشتعال مصباح بوطو راه في الزنقة، اشتعال مصباح بالرياح. صح، شوف معايا مليح. عندنا المروحة يدورها الريح، المروحة تدور مسننات تاع المحور هاي أمامك. هذا المسننات واش دير؟ تدور المنوب أو في أسفل العمود الكهربائي. ها هذو صح، دور المنوب. هذو يسموهم بالفرنسي كاين لي جو كبار سموهم لي ايوليان، دير تولد الكهرباء ايوليان، يقوم بتوليد الكهرباء. ومن بعد لهنا المنوب يغذي المصباح وراه شاعل. درك بدلوا العقليه، راهم البوطوات يديروا لهم كيما هكا طاقه شمسيه لهنا، بلاكه صغيره تاع طاقه شمسيه ويشعل. طاقه شمسيه كيف تغذي كذا، يعني هنا ثان تاع الطاقة الشمسية راه فيها تحويل إشعاعي طاقة شمسية، يعني رايت بديت تفهم شوية كيفاش راني حاب نقول. صح، إذا لو نجو نعمرو، يعني لو تجتهدوا وديروا بوز تعمر لي هاد الحلقات اللي راهم، يعني درت ستة. صح، ديرو بوز عمرو. اللي ما دارش بوز وما عمرش ما اجتهدش وحده ما دار والو، تصبح تلميذ بمتبع، ماكش تلميذ مجتهد مثابر تحاول تتعلم. اذا عندنا الرياح، بدينا بالريح صح، ومن بعد مروحه، ومن بعد مسننات، زائد الجذع أو المحور، زائد محور. نقدرون نديروهم في هذا كامل في وحدة برك. صح، نختصر. ومن بعد يجي المنوب، ومن بعد المصباح. المصباح هذا ماهوش في الغرفة، راهو في الزنقة برا. واش يضوي؟ واش راهو يشع؟ راهو يشع في المحيط، المحيط. صح، درك واش دير؟ دير بوز وعمر لي السلسلة الوظيفية، أفعال الحالة وأفعال الأداء. هيا ديرو. إذن نبدأ. الريح واش الرياح واش دير؟ تدور المروحة. المروحة واش دير؟ المسننات تدور مسننات والمحور مع بعض. المسننات واش دير؟ المنوب تدور المنوب. المنوب واش يدير للمصباح؟ يغذي لانه راه يمدلو في الكهرباء، ماهوش يدور في المصباح، راه يمدلو في الكهرباء. المصباح واش راه يدير للمحيط؟
يشع ويضيء ويسخن، يضيء ولا يشع كما ينير، يسخن المحيط ثاني. اي مصباح روح من السوق تصيبو سخون بالك تنحرق برك، صح. بالنسبه لي هذو افعال الاداء. بالنسبه لي افعال الحاله، الرياح واش راهي دير؟ الرياح اوتوماتيك مو تتحرك، تهيج تتحرك. كي تتحرك تدور المروحه، المروحه واش صرا لها؟ دور، تدور. زيد المسننات واش صرا لهم؟ يدوروا، تدور. المنوب واش صرا له؟ يدور. المصباح واش صرا له؟ يتوهج. والمحيط واش صرا له؟ يسخن، يسخن. وتقدر تقول يوضع لانه المصباح يضيء المحيط، المحيط نقدر نديرو هنا يوضع، صح. طيب درك من السلسله الوظيفه اللي راهي امامنا، دير بوز وبدل لي افعال الاداء ب افعال الاداء اللي تدور تدور كذا، بدلها لي بنمط التحويل الطاقوي، يعني السلسله الطاقويه. خلاص بدلته، صح. اذا تدور فعل ميكانيكي، تدور فعل ميكانيكي، فعل ميكانيكي. زيد يغذي فعل عمل، عفوا عمل كهربائي، صح كهربائي. يعني تحويل ميكانيكي، تحويل ميكانيكي، تحويل ميكانيكي، تحويل كهربائي. ومن بعد عندنا في الاخر يسخن، يشع ولا يضيء. اي عندنا يسخن كيو ويضيء او ار، تحويل حراري تحويل اشعاعي. يعني في هذا المثال جملناه في ربع. درك بدل لي افعال الحاله بشكل الطاقه المخزنه. هيا دير بوز. عندنا الرياح تتحرك طاقة ميكانيكية، مروحة تدور طاقة ميكانيكية، مسننة المحور يدور طاقة ميكانيكية، المنوب يدور طاقة ميكانيكية، المصباح يتوهج طاقة داخلية، المصباح يسخن ويوضع طاقة داخلية. شت الأمر سهل جدا جدا، عادي. ونختم الفيديو بمفهوم الجملة الميكانيكية. واش نقصد بالجملة؟ هذه تكرر بزاف، نقولوا الجملة الكيميائية، الجملة الميكانيكية. واش معناتها هذه الجملة؟ الجملة أعزائي هي كل جسم، كل جسم ولا جزء منه ولا مجموعة أجسام. يعني عندنا مثلا جسم، إما نقولوا الجسم هو جملة ولا جزء منه برك هو الجملة، أو مجموعة أجسام نقولوا هذو الأجسام هما جملة. هذه وحدة، صح. علاش دينا الجسم ولا جزء منه ولا مجموعة الأجسام؟ اخترناها باش ندرسوها، يعني نختارها قصد دراستها. حبينا ندرسو غير الجسم، الجسم وحده، فهمت؟ ندرسو الجسم وحده، هذا ندو الجسم هو الجملة. بغينا ندو غير جزء من الجسم هذا، يعني هو الجملة، يعني قصد الدراسة غير جزء منه، ما نحتاجوش كامل، هو الجملة. حبينا قصد الدراسة تاعنا نحتاجو هذا المجموعة من الأجسام، هي نقولو هما الجملة الميكانيكية. يعني الجملة تقدر تكون عندها حدود حقيقية، كما تقدر تكون عندها حدود وهمية، وهذه الحدود تكون تحيط بالعناصر تاعها، حنا نتوهموها باللي راهي تحيط بالعناصر تاعها. وكل جسم خارج على الحدود هذا يعتبر وسط خارجي. مثلا نجيب لك جسم واحد اخر او خارج على الحدود، هنا نسموه وسط خارجي. ها هذو راهم في وسط داخلي، راهم داخل الجمله. في المثال السابق تاع اشتعال مصباح بالرياح، كنا درنا حلقة الأولى، حلقة الثانية، حلقة الثالثة، حلقة الرابعة، الخامسة،
السادسة صح، وكنا درنا هكا 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 وهكا صح. كنا الرياح مثلناها باللي الجملة رقم واحد، الجملة كيدي رقم واحد، المروحة جملة رقم اثنين، المسننة والمحور جملة رقم ثلاثة، المنوب جملة رقم ربعة، المصباح جملة رقم خمسة، والمحيط جملة رقم ستة. وكنا درنا باللي لهنا تحويل ميكانيكي، تحويل ميكانيكي، تحويل ميكانيكي، ومن بعد تحويل كهربائي، ومن بعد تحويل حراري وإشعاعي صح. وهنا قلنا باللي هنا طاقة، طاقة حركية، طاقة حركية، طاقة حركية، طاقة حركية، طاقة داخلية، وطاقة داخلية. يعني في التركيب هذا قمنا بتسمية كل جسم من السلسلة الوظيفية الطاقوية، سميناه جملة. هنا كذلك أعزائي، يعني حسب ما تقتضي الدراسة تاعنا، نقدر نعتبر الجسم رقم اثنين وثلاثة وربعة جملة واحدة. كيفاش؟ الجسم رقم اثنين يعني المروح والمسننات والمنوب نقدر نعتبرهم جملة واحدة، هذه ندعوها نجو نسموها احنا الجملة رقم سبعة، نسموها جملة رقم سبعة. ها صح. إذن كي ندو هذا يعني الجملة رقم اثنين ثلاثة أربعة، نقدروا هنا هذه الأجسام نعتبرهم جملة واحدة، عفوا ماشي جملة، أجسام كامل جملة واحدة صح. كيفاش نمثلوا هنا؟ كيفاش يصبح التمثيل؟ التمثيل تاعي يصبح الحلقة الأولى، ومن بعد تجي الحلقة رقم سبعة، ومن بعد تجي الحلقة رقم خمسة، ومن بعد تجي الحلقة رقم ستة. يعني الحلقة رقم واحد والحلقة رقم سبعة اللي مثلناها الداية كامل هذو، والحلقة رقم خمسة والحلقة رقم ستة، يعني جمل، جملة واحد، جملة سبعة، جملة خمسة، جملة ستة، ويصبح تحويل ميكانيكي، ومن بعد هنا تحويل كهربائي، لأنه عندنا ثلاثة هنا بزاف، بزاف أوسي بزاف، وتحويل إشعاعي وحراري صح. إذن يولي عندي أوسي طاقة حركية، طاقة حركية، طاقة داخلية، وطاقة داخلية. يعني لاحظ أنني نمثل الجمل حسب واش نحتاج، حسب واش تقتضيه الدراسة تاعنا. نكتفي أعزائي الطلبة بهذا القدر إن شاء الله، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو المقبل. راح نتناول فيه، يكون راح يكون فيديو قصير بلاك، يكون استطاعة التحويل لابويسونس. إلى ذلك الحين أترككم أعزائي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.